راشد صبار وجميع الناس اللي ساهموا في هذا الجليد. كما أشكر صاحب هذا المركب العظيم مولن والجيرون السعالي حضر معنا ساهمت هو في الإخراج ديال هذا الفضاء الجميل. قبل أن أعطي الكلمة للإخوان المساهمين في هذا الجليس، يعني أنا كنوجد مشروع غادي نقول في هذا الحفل، كنتلاقى مع واحد المقولة رائعة جدا لباحثين في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا سو لابيل سي ان اف اس، ماذا يقول اللي قام به سمعنا بها؟ يعني أولا ما الذي يجمع يجعل المجتمعات تستمر في العيش تعيش ولا تنخرط؟ هي ثقافتها، من لا ثقافة له لا وجود له. إذا سي محمد ني كان يبحث واحد الميدان ينتمي لواحد اللغة اللي ما عندهاش الكتابة، أمازيغية ما تقولوليش اللاتي فينا غنتيحو في واحد البوليميك اللي ما تدخلو فيه. أنا أقول كان اسمي متواضع بين الأمازيغية تندرج اللغات الشفاهية سكون أبيل لي لونغ أتراديسيون أورال، وكون أن اللغة الأمازيغية الشفاهية ما نقصدها حتى شي حاجة، يعني حنا كنفكرو مشكلة. إذا حينما يبحث السي محمد في الثقافة الأمازيغية فيمكن المجتمع الأمازيغي الاستمرار في العيش، ينقذ أو ينقذ اللغة الأمازيغية من الضياع. إذا فالمثل الشعبي مثله كجميع الأجناس الشفاهية أو ما يسمى بالأدب الشفاهي لا ليتراتور أورال، يعني المثل الشعبي أغنية حكاية شعبية، هذه الأجناس الأدبية ديال الأدب الشفاهي هي التي حافظت على المثل. وشنو هي الأهمية ديال المثل؟ ألوغ بالنسبة ليا كأستاذ متواضع، القيمة ديال المثل الشعبي تكمن في كون أنه يلخص للحكاية الشعبية، والحكاية الشعبية تلخص أهم تجارب الأمم، ليسونس ديز اكسبيريونس دي سوسيتي، ليسونس جوهر التجارب ديال المجتمعات ملخصة في الحكاية الشعبية. وما دام أننا في عصر السرعة، في العصر يعني الرقمي، العصر ديال الانترنت ديال الطابلي، ما عندناش الوقت التواصل اليومي ديالنا باش نحكيو بالحكايات الشعبية، فكنلخصوها في المثل الشعبي. سوف لن الأقاويل والمنقولات الفكرية اعتمدت أساسا على المرجعية الشفهية، وكما هو معروف فنحن الأمازيغ لم نعرف التداول المعرفي عبر وسائط الاتصال الكتابي إلا مؤخرا، مما جعلنا نعتمد أساسا وبشكل كلي على الثقافة الشفهية. وها نحن اليوم نحضر لتوقيع كتاب كان جزء الأول من أوائل الكتب، إن لم نقل الأول بالريف، الذي وثق للأمثال الشعبية بالمنطقة، وهو الأستاذ محمد ميرا، وبعمله المتواصل على الموروث الثقافي الريفي يقدم لنا الجزء الثاني من كتاب الأمثال الشعبية بالريف، والذي لا مجال للشك سيكون مرجعا ثقافيا مهما لكل المهتمين والباحثين في الثقافة الشعبية والشفهية بالريف. ولعلنا اليوم نستشعر جميعا أهمية هذا العمل لكونه أسس لمرحلة جديدة في التعامل مع موروثنا الثقافي، الذي لولا مثل هذه المبادرات التي تستحق التنويه والتشجيع لكانت في طي النسيان، رغم أنها من بين أهم الروافد الثقافية. إننا جميعا وخصوصا النخبة المثقفة بالمنطقة معنيون بالعمل مجتمعين بجد من أجل الحفاظ على موروثنا الثقافي الذي يعتبر إرثا لنا
ولأبنائنا وأحفادنا. وهذا وهنا أستحضر كيف أن منطقة الفلسطين من بين الأسئلة الأولى التي تطرح على تقدم الخطوبة وطابت في فترة ما هو كم عدد الأمثال الشعبية التي يحفظها. وبعد شرط العام الثقافي والجمعة بالإقليم بنظراتها وتحياتها، فتحية للجميع ومرحبا للجميع في هذا العرس الكبير، رغم أنه يبدو صغيرا من حيث عدد الحاضرين، ولكن العرس دلالاته، خصوصا وأننا نحتفي برجل تعرفت عليه شخصيا في السنوات الأخيرة في السبعينيات، إن لم تكن الذاكرة سنوات 1979، سنوات طبعا تأسيس أول مدرسة للتربية الديمقراطية، للتربية على الحوار الديمقراطي، للتربية على النضال بين أوكراني الذات، مدرسة أنتجت فنانين وشعراء ومبدعين، وفيما بعد أنتجت مؤثرين في الساحة الجمعوية ليس فقط على مستوى الإقليم بل على المستوى الوطني. وكان السي محمد المغيرة من ضمن سلة قليلة ممن نظروا وأسسوا لهذه المدرسة، ولم يكن منظرا فقط بل كان كما قال في كلمته الأستاذ محمد العيون مثقفا عضويا. وأنا شخصيا في تلك المرحلة كنت أتمنى أن أكون ميرا محمد حينما كنت أتابع عن كثب خطواته كمفكر كمنظر كمؤسس للأرضية الثقافية للانطلاقة الثقافية، ولكن كمثقف عضوي إكسس إيكو عراق إكسس تقنية السقف للشوارع المتدين يشد تثيري كذلك. ثانيا سي محمد ميرا كان منزله مأوى لاجتماعات، وما أدراك ما في ذلك الوقت أن تجتمع حول قضيتين بحجم القضية الأناسية في تلك السنوات. كان السي محمد ميرا أيضا وهو يمارس عمله في إطار ما كان يسمى آنذاك الخدمة المدنية كان يكتسب أجرته مع العمل الجمعوي بالنظر. ونحن نحتفل اليوم بتوقيع الجزء الثاني من المؤلفين لأمثال الشعبية بالريف. أريد أن أذكر على أن السي محمد ميرا هو من المؤسسين لفكر التدوين بالريف، وإن لم تخن الذاكرة فإن أول مطبوع مدون يدون للشعر الأمازيغي الحديث في تلك المرحلة هو ذلك الكتيب الذي طبع بطريقة تقليدية استنسيل، وهو يدون لأول ملتقى للشعر الأمازيغي الذي نظم من طرف الانطلاقة الثقافية بدار الشباب بالنظر الفنون الأدبية كسلانت وتنتي في الحاجيت وتنتي في القطس المصري، ولكن المثل للريف أمثل مرة للعالم، إلا أنه الريف غص يجي ميزة خاصة تاريخ النص، لأن الأمثال الصور لها أساسا إقالية بنادم خميت ولا شنحشت واحد الحريق الزوم السلوك اللي تدي بنادم أثي قوم أثيني قمي تدي واحد الحريق إما يتعاوني باش يكمل أسبوحا نيغي وصف في سجن الوصف. المهم الهدف النص الأساسي فلسفيا أنه بنادم الحشت واحد الحريق تقوم العوجاج للمجتمع
ثم نسجنت بانه قام الخمس نيغيتيك يعني والحريق توية المثل هنا وأتصن نجد ذنب قرن من ناحية التاريخية من ناحية الأمثال ديال خاصة وتجيهم شنو فرنسا وتجيهم شنو اسبانيا ماشي شنو الشعوب ولكن شنو غنغ طقوس غنغ الأنث الخصائص الإريفيين المسلم هما وإن كان المعنى نسن للمجتمعات مارة لأنه تجربة الحياة الإنسان لأي مجتمع من المجتمعات ولكن هذه خاصة خصائص خاصة السيو السيو الذي غادي نخرجوا من مثال قطعنا الشيء التاريخ لان من جانب الامثال صورخ التاريخ تاريخنا نعرف في صورخ عن الشوع بعض الامثال في المرحله التاريخيه الازمه الاقتصاديه 1949 كزيو يوذن يوضح حتى هو يسمح لي غاونسن قاس والسان وجان تيدرين والسان وجان تيبصرين الدلاله بانه هو وقع الجفاف يوذن في من الشن مثنى كبير يوذن ذين يوذن مش تعوذ يوذن حتى ذين يوذن سمح لي ثاونس الأمثال دي شنط تاريخ نعرف ذين ذي النقطة يبدأ العهد العروي لأنه زوال نصيص نبدا إسبانيا بالخصوص كانت قوى وشرق الأمريكي يعني كيف سيخت السجن سجن حدث تاريخي مرجع معين ولكن سيف جديد من ذي عجب لأنه مثلا الثقافة النمارة وجي نوى جي أحد الثقافة النمارة القراءة النقدية لمثلا جعش بي الطص وشكاخ الطص سيف جديد لأنه سيكوذان يبحث التراث النادي بساعة ما لأن من ينسوا التاريخ لابد أن ندخل الحقائق التاريخية أن نناقش أن تساعدوني وأن تساعدهم ثم الأمثال السور الطسخ لأن بعض الناس بديت خاص الأصل من صدقويش الناس أن يقصد شنو أخي مثل السي عزو يسمح قانس قناه رميه لا حرمي برزن نخ من لان يجنوا عن يجنوا عن الغناء الثقافه من كل جن يحس بانه كان تاغي جن حسن زبون الغناء ثاني وقع يجنوا عن المبارزه يجنوا عن كل جن يقاز بدي قاز بدي حسن زي جديش بقى مثلا سيسو من عمر عيسى باركو يعدوي يجنوا امور كنت ينين عمر عيسى ولكن وثي قوما وثي 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 مولا لان طاسنا لان وزمتنا قبل احاطه لان طاسنا ولكن الفلسفه الامثال يجن الفلسفه تما تنقى الطاس الوقت ما يسمحش لانه حتى ما ظلم تسلم لان الامثال جمع خندزي مره مره تقول اخلي وان كان من الناحيه اللغويه بلا ما تلاحظون يجنوا عن مثلا ستاندر القلعية المنطوقة تسمى زي زيتوريق وإن كان المعنى اللي يمكن التفديل نطيب اللي غير نبلش سجن اللغة النظمية التفديل قدتو زين سجن النوع النظمية التفديل عاد قد واي غرسي ولكن المعنى النس يعني ستاندر إنه اللغة انتخطوا من الشوريق بل يمكن واحد واي غري تفديل سجن الصيغة النظمية سجن معنى النظمية ولكن المعنى النس دي جيس بنامية خاص باش هذا حاربني غادي حماس مواطن حماية مواطن وعلى اي مهم خمسة طرشان تشكر كني مرة ويس يستغل العزة في مرة المرقش النهار النظرية وخسي كني واتسخم الكتاب ومشي انا الكتب اثنين توين المصاري انا تسمى المصاري في خاصة ولي عون العريج الاصدقاء خمي غاس طحيت الشيء تتقاس ودقيت وقديت الشيء الدول لا مساعدة لانه مؤسسة بالنسبة لنا واحد نوح الناس اللي ما غامش الميزانية شو الدقة ميزانية والو المهم على ايين نجيت نسجب بالنغ بينما لان السي والخو على السي وجدادين القضية الثقافة كيش نوخ تو غانشد في سيرة نكسر السجوم ولكن الوقت اللي بعد الوقت مشى ناظر نمشى ناظر الثمانيات عرزق نفارق من نفارق ذاك الجمعية ولكن خو نسمى خو العمل الثقافي ويصبح بو المناظر اللي تغي يخدصن يخسر المؤسسات لان الثقافة قام شي نوع حاليا الثقافة المجموع خمي السواق ديال الريف كان السواق المغرب والسواق بوخشا من العالم النظمي لان السواق مكونات الوطن الثقافة النغ الروافد النس العامة الى اخره خصائص المجتمع الثقافة هي قن مارة شان يجن نجم واحد سواها و صح لي شكرا كني وشان ما نسبت ما نشاء الله